أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. في هذا الفيديو عزيزي الطالب سوف نتناول موضوعات الأسبوع الخامس عشر من رواية ست الكل ولطلاب الصف السادس ولمادة اللغة والأدب، فأهلا وسهلا بكم أحبائي وأعزائي طلاب الصف السادس. أبدأ بذكر الأهداف لهذا الأسبوع، أن يجيب الطالب عن أسئلة الجزء الرابع الموجودة في الكتيب ويدونها، أن يفسر الطالب المفردات والتركيب الواردة في الجزء الرابع، وأن يستخلص العبارة المستفادة من الجزء الرابع. السؤال الأول، وضح دلالة العبارة الآتية: كان بيت أبي صالح لا يفرق تماما من الزوار والأقارب والأصدقاء والمعارف. أن أبا صالح كان مضيافا محبوبا، وكان الناس يزورونه بكثرة. السؤال الثاني، استدل بعبارة على الارتباط الوثيق بين أبي أحمد ووالد يسرى: كان أبو صالح ينتظر زيارة صديقه على أحر من الجمر، هو صديقه منذ أيام الطفولة، كان يلعب معه كرة القدم في حارات غزة، وعلى مر السنين شاركه أفراحه ووقف بجانبه في كل المحن التي أصابته. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سوف نقوم بالإجابة عن الأسئلة التابعة للجزء الرابع: ما الوصية التي أوصاها أبو أحمد ليسرى في أول يوم صيد؟ اذكر دليلا على المحاصرة الإسرائيلية على الشواطئ الإسرائيلية، وما هو محتوى اتفاقية أوسلو الخاصة للصيد؟ وضح جمال التصوير في العبارتين الآتيتين: السفن الإسرائيلية تتربص بقوارب الصيد كوحش متأهب يستعد للاقتضاض عليها. نظرت يسرى إلى أشباح السفن الإسرائيلية. اذكر معاني المفردات الآتية: أشاحت بوجهها عنه، متأهب، وتجدف. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نتطرق إلى القاعدة النحوية والتي بعنوان المجرد والمزيد. ينقسم الفعل في اللغة العربية إلى عديد من التقسيمات، فمثلا يمكن تقسيمه حسب زمنه، ماضي ومضارع وأمر، أو لازم أو متعدي أو صحيح أو معتل الآخر، وكذلك الفعل المجرد والفعل المزيد، وهو ما سنتناوله بالأمثلة عزيزي الطالب. الفعل المجرد هو ما كانت جميع حروفه أصلية ولا يمكن استغناء عن أي حرف فيها وإلا تغير المعنى. وينقسم الفعل المجرد إلى نوعين، وهما فعل مجرد ثلاثي وفعل مجرد رباعي. الفعل المجرد الثلاثي هو كل فعل كانت عدد حروفه الأصلية ثلاثة حروف، مثال على ذلك: كتب، جلس، قرأ، سمع. الفعل المجرد الرباعي هو كل فعل كانت عدد حروفه الأصلية أربعة حروف، مثال على ذلك: دحرج، زلزل، بعثر، طمأن. تعريف الفعل المزيد: الفعل المزيد هو كل فعل زاد على حروفه الأصلية حرف أو اثنان أو ثلاثة أحرف. وينقسم الفعل المزيد إلى نوعان أساسيان، هما الفعل المزيد الثلاثي والفعل المزيد الرباعي. الفعل المزيد الثلاثي ينقسم إلى ثلاثة أقسام فرعية، وهي الفعل المزيد الثلاثي بحرف واحد، والفعل المزيد الثلاثي بحرفين، والفعل المزيد الثلاثي بثلاثة أحرف. الفعل المزيد الثلاثي بحرف واحد يكون هذا الحرف الزائد إما الهمزة أو الألف أو التضعيف، مثال على ذلك: الهمزة، أخرج، أظهر، أقام. الألف، شارك، سامح، خاصم. والتضعيف، علم، قدم، سلم. الفعل المزيد الثلاثي بحرفين إما همزة وتاء، أو همزة ونون، أو تاء وألف، أو تاء وتضعيف، أو همزة وتضعيف. الهمزة والتاء انتصر، الهمزة والنون انكسر، التاء والألف تسامح، التاء والتضعيف تعلم، الهمزة والتضعيف ابيض، احمر، اخضر.
إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من موضوعات الأسبوع الرابع عشر، شاكرة لكم حسن استماعكم أحبائي وطلابي طلاب اللغة والأدب.